السلام عليكم بنات، من تكونوا بخير وعلى خير بافضل الاحوال ان شاء الله. اليوم جيت نشارك معكم اللوبيا باللحم. المهم المقادير غادي نحتاجو هنا اللوبيا، وهنايا اللحم، وهنا الزيت، وخيزو فلفله، وفلفله خضراء ديال حار، وقزبر ومعدنوس، بصله، وهنا في العطريه الملحه، الزعفران، كنور غبره، وكنور شويه داك القاسح، الخرقوم، البزار، سكينجبير، التحميرة، تومة، ومطيشة ديال الحك، وهيل الأخضر يعني قعقلة ديال المغرب. المهم هنا البنات طريقة ديال التحضير، غادي ندير الزيت هنا في الكوكوت، وغادي نحط فيها اللحم يتقلى كيف ما غادي تشوفوا دابا. غادي نحط فيها اللحم يتقلى، ومن بعد غادي نزيد عليه البصله، ومن بعد ما غادي نزيد عليه البصله غادي نخلي داك الشيء يتقلى ليا شويه ونعاود نرجع لكم. بقاو معنا تمت الفيديو. وهنا رجعت لكم بعد ما تقلت لي شويه البصله، غادي نزيد عليها هنا الثومه. المهم البنات المقادير غتلقاهم في اسفل الفيديو، يعني في صندوق الوصف بالتفاصيل، يعني شحال درت ديال اللحم، شحال ديال اللوبيا بالغرام، وكل شيء، شحال البصله، شحال خيزو، فلفله، وكل شيء. المهم هنا بالنسبه للعطريه غادي ندير غير البزار والملحه والزعفران، هذا الشيء اللي غادي ندير، وغادي نخليهم عاوتاني يتقلاو شويه ونعاود نرجع لكم.
المهم البنات هنا من بعد ما تشحرات لي البصله واللحم والثومه وديك الشيء اللي زدت فيها. المهم البنات هنا غادي ندير غير الفلفله والقزبر والمعدنوس. الفلفله اي نوع عندكم، الخضره ولا الحمراء اللي بغيتوا ديروا. انا درت البرتقاليه يعني الاورانج في اللون ديالها بحال اللون ديال الخيزو بالضبط. المهم غادي نزيد عليها هذا الشيء، وغادي نزيد عليها من بعد خيزو حتى هو، ولكن حتى نسد على الفلفله شويه مع اللحم تقلى حتى هي، عاد غادي نزيد عليها خيزو وداك الشيء الاخر. المهم بقاو مع تتمه الفيديو. وهنا البنات رجعت لكم بعد ما تقلات لي الفلفله مع داكشي الاخر اللي كنت حطيت. دابا غادي نزيد خيزو وغادي نحرك شويه. ومن بعد غادي ندير عليهم اللوبيا فحال هكا، غادي نخويها كامله. ومن بعد غادي نضيف عليهم كاع ديك العطريه اللي كانت باقا عندي كيف ما كتشوفوا، غادي نضيفها دابا كامله. وغادي نحط فيها فلفله حاره، ومن بعد غادي ندير نخوي فيها الماء، والماء كنت درتو سخن يعني الماء طايب ماشي الماء بارد. درت فيها الماء طايب، المهم حتى كتخويو على قد كل واحد الكوكوت ديالو على حد القياس يعني تغطى ديك اللوبيا من الفوق ما تبقاش تبان. وصافي هكا غادي نسد عليها الكوكوت، مهم حتى طيب ونعاود نرجع لكم. المهم بنات هكا من بعد ما طابت لي اللوبيا كيف ما كتشوفوا كتجي زوينه بزاف باللحم. المهم نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، ما تنساوش لايك سبسكرايب باش يوصلكم كل جديد. تهلاو في ريوسكم، موعدنا جاي ان شاء الله مع فيديو جديد، ومع السلامه.